يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج فوالة. اليوم أكيد فوالتنا بتكون غير، وأكيد نوجه تحية لزميلتنا عواطف اللي اليوم هي في إجازة وأكيد بنشتاق لها وايد. سهام اللي بإجازة. سهام أنا شو قلت؟ عواطف. عواطف. سهامة في إجازة عواطف. إيش حالك عواطف؟ الحمد لله. شخبارك؟ يسعد مساك. ربي يسعد. انتقلت العدوى على فكرة. هو شكله. سهام تسوي شيء يوم تضحك. أنت سويتي شيء الحين. أزودها فقلت. صح؟ أجهز نفسي. إيش حالك عواطف؟ ويسعد مساك حبيبتي. اليوم بنتكلم شوي عن الحنة. فلو تحبين بعد نتحنى مع بعض. قبل الهوى كانت تقول لي خالتي مسعيد إنه بخبركم كيف تحطونها وكيف كانوا يحطون الحنة قبل. قلت لها احنا بنجرب بس نبي نحط نقش العيد، فلان يعني الطرق اللي كانوا يحطونها قبل يمكن غير شوي عن الحين. نعم. مكان ما فيها نقوش وما فيها شيء، يعني كانت هي تكون اشكال عاديه، يعني اشكال صحيح. بسيطه وايد كان في نقش الخطوط والدوائر. هي الخطوط والدوائر هي بتخبرنا عنها اكثر. صحيح. وحتى بتعلمنا كيف بنخلط الحنة. نحن نمسي اللي قاعد يشوفونا، نمسيكم بالخير، وان شاء الله تكون حلقتنا اليوم حلقه مميزه من حلقات فوالة اكيد مع ضيوف بعد مميزين. او مرو بعدش ما سالتي عن الاكل. لازم صح. انا احس تاخرت شوي. شوفي اكل اليوم انا جوعانه. اليوم تبين تجين هني؟ يا ريت. في بثيث وفي الجيمات. شوفي اول شيء اللي تريد بثيث. بثيث والثاني الجيمات. الجيمات هي يعني اليوم نوعين بعد نوع واحد. شو رايكم شوي دبس زياده بما ان نزلت رجيم. بما شوي أنا قبل يعني العيد كم خلاص. من كيلو فاعوض اليوم في برنامج فوالة. صح. انا ما بقى شيء للعيد خلاص ما نلحق. على فكره انا كل حلقه اشوفك ما تاكلين وانا ياسه اكل. انت تضعفين وانا الحين بمتن. صح. انت تضعفين معي على فكره. ليش ما تاكلين؟ ما ادري. انت في الركن يعني هناك انا اوزع يعني. صح. تاكلون عني وعنكم تعرفين ايش يقولون. ان شاء الله. ان شاء الله. أكيد بمسي أيضا على خالاتي اليوم. يسعد مساكم حبايبي. مساك الله بالخير. خبرينا في أنواع للحنة صحيح؟ هي بعد شوي بتخبرنا حتى عن خلطاتها. نعم. في أنواع كثيرة وبتخلطها بعد قدامنا وبتطحنها قدامنا. وبعد لها أنواع كثيرة. نعم. وبتنزرع بعد هني في الدولة. جميل. فبنتكلم بعد عن هذه التفاصيل اليوم إن شاء الله. أنا بتحنين اليوم؟ تتحنن؟ والله انا بصراحه قاعد افكر للحين لاني وايد احب ريحتها. وانا احب ريحتها بس لانها قبل العيد احس شي دواير وشي يعني. من داخل نحنيها ومن من داخل نحط الدوائر ومن برا النكش. اوكي نضبط امورنا. هذا هو. بنرحب الحين بضيوفنا عواطف وبنرد لك عقب شوي في فقرتك في ركن التراث ونتكلم أكيد. اكثر عن الحنه وناخذ اللقيمات من اهم شيء. اهم شيء. والحين مشاهدينا ضيفتنا لليوم هي أول من تمثل الإمارات والخليج عالميا في البرنامج الدولي للكتابة كيف لا، وهي تمزج بين حل المعادلات الكيميائية ونقش الكلمات بين السطور. رحبوا ويانا بالمهندسة الكيميائية ومدربة الجرافولوجي والكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف. ضيفتنا الثانية لليوم هي امرأة عشقة القراءة تقليدا لوالديها، واستمرت إلى ذلك حتى أسست مبادرة استراحة سيدات اللي تدعم المرأة وتشجعها على القراءة والتنوع الثقافي. الكتاب في حياتها سعادة وهو جزء منها. رحبوا ويانا بالأستاذة رولا المزياني ناشطة ثقافية ومؤسس مبادرة استراحة سيدات. حياكم الله. يا هلا مرحب فيكم. مرحبا. نورتونا. مرحبا. ايش حالك؟ تمام. وانت بالف خير حبيبتي. يا هلا مرحب فيك حبيبتي. هلا تفضلوا. ايش حالكم اليوم؟ تمام الحمد لله. كيف رمضان وياكم وتجهيزات العيد بما ان خلاص رمضان يعني على اخر ايامه وكان ما شاء الله ضيف خفيف. كان سريع جدا. فعلا فعلا للاسف. يعني شو تجهيزاتكم لرمضان؟ خبرينا انت اول. احنا تجهيزاتنا زي كل عام نحاول. نعم. انه احنا نجهز رمضان نجهز للعيد خصوصا في اخر الايام انه احنا نحاول انه انا بما اني ام بحاول بدايه اني اوعي كل سنه بناتي او اعلمهم الهدف من الصوم والهدف من العشر الاواخر من ناحيه صلاه وقيام قراءه قران. الاستعداد بيكون للعيد. نعم. شراء طبعا الملابس. الملابس وتجهيز العيديات. وتجهيز العيديات طبعا والطلبات اللي بتيجي مع العيديات ونحاول انه احنا نحافظ على السنن
نعم استقبالي العيد، ومنحافظكم الحمد لله كل سنة على صلاة العيد مع العيلة. نعم خبرينا شو الأجواء الرمضانية وتجهيزات العيد عندك؟ رمضان جميل، يعني هو كضيف خصوصا آخر فترة آخر 5 أيام أحس بالحزن أنه خلاص يعني رمضان خلاص بهذه السرعة، ودائما يكون عندي جدول قبل شهر رمضان شو المشاريع اللي بسويها فيها، وأغلب الأحيان يعني 50% من المشاريع نعم. يا أما أسويها يا أما لا نعم. الجميل في شهر رمضان أنه هناك يعني رذم الحياة يخف شوي، فيكون عندي هدوء نسبي، أحب أني أقرأ أكثر أكتب أكثر. شهر رمضان اللي طاف خلصت روايتي فيه، وهالشهر قرأت الكثير من الكتب، بدأت رواية جديدة، فيعطي هذه المساحة غير روحانيات العبادة طبعا ويمعات الأهل. العيد لفرحته طبعا، أنا من الناس اللي أحاول. بعدش تحسين فرحة العيد بهذا العمر ولا لا؟ حتى يوم أشتري اللبس الجديد وتجهيزات العيد بعدني أحس بالفرحة، وأجهز عيديات الأطفال. يعني أتذكر ذكرياتي أنا كطفلة في العيد مثلا، أنا من الأشخاص اللي أجهز نسبيا يعني تجهيزات العيد حتى قبل شهر رمضان، ما أحب أني أدخل في زحمة آخر كم من يوم. نعم. فما أدري كل شيء طعمه الحلو، يعني نهاية رمضان حزينة بس بداية العيد جدا جميلة. نعم. خبرتنا أن عندها بعدها فرحة العيد تحس فيها، تحسين فيها بعد ولا لا؟ تحسين كبرتي أكيد. على موضوع لا العيد؟ لا أنا أحب أستقبل رمضان بفرحة وأستقبل العيد سواء ما شاء الله عليكم ضيوفنا اليوم إيجابيات الحمد لله، لأنه لما تكوني أنت موجودة في نطاق بيشجعك على الإيجابية، في بلد بيشجعك على الإيجابية، المحيط بيساعدك انك تكوني تقدري انك تمارسي حياتك، تمارسي معتقداتك بأريحية، طبيعي تكون انه انت ايجابية. نعم صحيح. نروح من موضوع العيد والعيديات وهذه المواضيع الوايدة لموضوع الانتاجات الادبية، شو تعني لي ايمان اليوسف؟ انتاجاتي انا شخصيا نعم أنا الحمد لله صدر لي روايتين وثلاث مجموعات قصصية وكتاب خبز وحبر، حاولت فيه أكثر من تقريباً 10 كاتبات إماراتيات مختلفات، الشاعرة واللي لها خلفية في أدب الطفل واللي تكتب للمسرح عن أمور النسوية والمرأة والكتابة. الإصدار يمر بكذا مرحلة بالنسبة لي، يعني بداية تتركز عندي الفكرة، أول شيء أقول ما أكتب شيء إلا لما تكون الفكرة تستفزني، فتتم الفكرة في بالي أحياناً شهور وأحياناً سنة أكثر. أكثر من سنة تتم في بالك؟ أول رواية هي 3 سنوات، ولأن كان أول رواية فكنت متخوفة من هالخطوة، تخيلتي الرواية كاملة بأحداثها وبشخصياتها الموجودة في الرواية والأحداث كلها عاشوا في راسك عقبها؟ تقريبا كتبتيها. بس بخبرت شيء غريب كل مره يستوي وياي، يعني اتخيل الروايه تقريبا اغلب احداثها وشخصياتها، بعدين على الورق ابني هالشخصيات وابني الاحداث. الشخصيات لما تنبني يكون لها رايها الخاص، يعني كانك تولدين هالشخصيه على ارض الواقع، فيكون لها شخصيتها. بعد ما اوصل تقريبا للفصل اللي هو في النص تقريبا من الروايه تتغير الاحداث مو بنفس اللي خططت لها، ودائما النهايه ما تكون نفس اللي كانت في بالي. نعم. فهناك تخطيط وسعي وعمل وبحث، انا من الناس اللي ابحث سواء في روايتي الاولى او في روايتي الثانيه حارس الشمس. نعم. فازت بالمركز الاول بجائزة الامارات للروايه 2016، بحثت تقريبا سنة وكتبتها في سنة، فالمشروع يكون فعلا يعني مع سبق الإصرار والترصد الحمد لله. وإيمان مراجعة صارمة على نفسها، يعني بتراجع الرواية بعد انتهائها أكثر من مرة. نعم. يعني ممكن أحيانا تشاركنا بالقراءة فترجع تقول لا أنا بس بدي أعدل شوي بعدين أبعتها، يعني قبل حتى عرضها على دور النشر. يعني فهي صارمة جدا مع نفسها. تاخذين رأي زميلاتك خلينا نقول أو الكاتبات الأخريات اللي تثقين برأيهم؟ أنا خلصت روايتي الجديدة وبتكون إصداري 7 إن شاء الله في رمضان اللي طاف. نعم. فمن سنة وأنا أدقق فيها ويعني الحين ما نشرتها. من اللي أثق فيهم رولا، يعني من أوائل من قرأ الرواية. لحظة أنا بفتن، في غرفة الميك اب كنتوا تتناقشون عن كتاب صح؟ صحيح. شو رأيكم نتناقش على الهواء ويا المشاهدين الحين عن هذا الكتاب؟ لأن فعلا المعلومات اللي خبرتونا إياها في غرفة الميك اب أنا حبيتها، شو رأيكم يعني؟ هو قبل ما نحكي عن الكتاب هذا هاي الشيء الحلو لما يكون أصدقائك بيشاركوك نفس الشغف. صح.
دائما الاحاديث ما بنتهي، يعني يمكن الشيء اللي وفر لنا اياه وجودنا انه احنا ضمن او تعرفنا ضمن مجموعات القراءه او الوسط الثقافي، انه احنا قدرنا نلاقي في وقت قياسي اصدقاء كنا محرومين منهم من سنين فعلا. يعني احنا طول عمرنا نقرا نفس الهوايات ونفس الميول. صحيح ايضا صحيح. فاحنا بالصدفه ممكن تلاقينا انه احنا من دون تخطيط بنقرا نفس الكتاب او مخططين نقرا نفس الكتاب. يعني خططتوا تقرون الكتاب اللي كنا نحكي عنه بغرفه الميك اب؟ هي بدت اول طبعا بدت قبلت خيانه خيانة محمودة خيانة مسموحة. صحيح صحيح. خبرينا عن هذا الكتاب أكثر. كنا بنحكي عن كتاب خفيف لطيف اسمه كحل وحبهان، واللطيف يعني حبسيته أنه كتاب حيكون لايت أنه أقرأه على الطريق. هو لعمر طاهر؟ لعمر طاهر كاتب مصري قلمه جاد وفي سخرية نوعا ما من الواقع. وصار لي زمان انا مش قارئه بالادب الساخر او الادب او خلينا نقول الكتابات اللطيفه الخفيفه، فمن اول الصفحات الكتاب بيعطيك شحنه ايجابيه لانه بيحكي نوستالجي، يعني بيحكي عن ذكريات سابقه وهو تقريبا جيلنا، فبتشوفي التاريخ بيعيد نفسه في محطات انت مرقتي فيها سواء يعني واقعك او واقع كنت تشوفيه عن طريق المسلسلات المصريه. نعم. فكنت بحكي لإيمان عن الكتاب وطلعت هي فعلا من الكتب اللي بتنتق يعني حطيتها عندي في القائمه الأكثر. يعني اقتنيتها في معرض القاهره للكتاب وعندي اياها من هذاك اليوم انها على قائمه ما ساقرا. سمعت وايد حفزوني ان اقرا إيمان، مسلي جميل جدا، ينقلش لعالم نوستالجي رائع. نعم. فان شاء الله من الكتب القادمه اللي حابه ان شاء الله في الصيف. الحين شجعت رولا اكثر بعد صح حطتني تحفه صحيح. شو رايك نسمع شيء من كتاباتك؟ محضره شيء اليوم؟ لا للاسف لا. نعم. انا ما احفظ كتاباتي طبعا لان هي لأنها روايه في النهايه، هي مش شعر بس صحيح. معاي حاليا للاسف لا. نعم. عندي. متى كانت انطلاقتك الاولى في عالم الادب؟ انا قارئه نهمه وبديت اكتب يعني بعمر بسيط او صغير جدا، يعني تقريبا سادس ابتدائي عمري تقريبا 12 سنه بديت اكتب، بس ما تعتبر كتابات، يعني كنت اعتبر ساعات تنفيس، ساعات هروب، ساعات صناعه شخصيات فقط او محاكاه للي كنت اقراه، ساعات رسائل للام والاب صح. انا يعني كنت اسوي أحس اكثر شيء التعبير احس صح. للام والاب في الرسائل. انا كنت لما كطفله لما اعاقب من امي اكثر شيء اكتب لها رساله ورساله تقطع القلب، يعني هي تصيح وخلص سامحتك فاكتب افضل مما اني كنت اقدر اعبر. نعم. بالكلام ففعلا ما اعرف كيف ستيني وبس بدات بدايتي الفعليه في الكتابه في وجوه انسان، كنت ادرس الهندسه الكيميائيه في الجامعه. نعم. فكنت اثناء المحاضرات واثناء اوقات المختبر شوي ممله كنت اكتب قصص قصيره نشرتها في مجموعه صدرت 2012. نعم. تذكرين رولا اول كتاب قريتيه وتمسكتي عقبها بالقراءة؟ يعني عادة نقرأ كتاب هذا الكتاب يشدنا ويأخذنا لكوكب آخر بعيد عن كوكب الأرض، تحسين فعلا أن اليوم أنا خلاص ما بوقف قراءة؟ هلأ في أكثر من أول كتاب عندي أنا. أنا الحمد لله يمكن كنت محظوظة أني أنا نشأت في عيلة تقدر القراءة، تقدر الكتابة، تقدر عيلة مثقفة بدرجة أولى، يعني والدي خريج حقوق، والدتي رحمها الله خريجة حقوق، كان هو مستشار، كانت هي قاضية، قراء نهمين للغاية. نعم. يعني مكتبتنا كانت تحوي جميع فئات الكتب ومن ضمنها كان الكتب الأدبية، لكن نعم. أول كتاب يمكن اللي هو كان كتاب عن الألوان والأرقام والحروف، وهذا اللي رسخ في بالي ما قبل مرحلة الدراسة إنه يكون في كتاب دائما معايا. نعم. القصة الأولى اللي أهدتني إياها مديرة المدرسة يمكن هذا كانت أقرب لأنه كانت خارج المنزل، يعني نعم. أول كتاب أنا أعطيه من خارج المنزل ما قدموا إلي أهلي. كانت قصة اسمها تذكري السلسلة الحمراء، القصص الصغيرة اللي 10 صفحات. أوه لا 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 أنا وعدت إمام إيمان من جيل بعدنا فكانت أول مرة أعرف إنه الكتاب هدية. نعم. أو هو صح. إنه جائزة. للأسف بعض الأهالي ممكن يوقعوا في غلطة إنه يعاقبوا أولادهم بإجبارهم على القراءة. نعم. فكان نعم. هذا يمكن أول شيء ربطني بشكل فعلي إنه الكتاب هذا جائزة.
طبعا مرقنا مرقت بالتطور الطبيعي، لانه كان بالنسبه للبيت عندي القراءه هذا شيء طبيعي، روتين طبيعي. لكن بقدر احكي انه الكتاب اللي نقلني لمرحله القراءه الواعيه، نعم. كنت بصف خامس ابتدائي وخلصت في الاجازه الصيفيه، خلصت القصص اللي كان مفترض انه عندي. طبعا انا كنت قارئه سريعه، نعم. ومسكت من مكتبه والدي ووالدتي كتاب بدون صور بدون شيء، كان اسمه الحبر اسود اسود لنصر الدين النشاشيبي، نعم. كتاب سياسي من اولها من اولها. وهذا الكتاب كان برغم انه انا كنت في سن صغير جدا، لكن شكل اكثر من نقله في حياتي، نعم. انا طبعا معظم ما فهمتش طبعا منه حاجه، فكان في مناقشة طويلة بتذكرها حتى اليوم بيني وبين والدي عن الكتاب، وكان هو عنده سعة صدر إنه يشرح لي كتير أشياء يعني تناسب مرحلتي العمرية. وقتها والدي قرر إنه يغير يعني بشكل متدرج طريقة قراءاتي، أدخل الأدب الكلاسيكي بداية قصة مدينتين، كانت هي يمكن أول رواية أنا من الأدب الكبار أنا قرأتها، لكنها كانت نسخة يافعين. ودخلنا أغاثا كريستي، فكان هذا الكتاب أنا بعتبره أنه هو يمكن اللي هو أنقذني من قصص الأطفال ودخلني إلى عالم روايات الكبار وإن كانت نسخ يافعين. وهذا الكتاب كان له الفضل بعتقد أنه أنا من هذاك الوقت قررت أني أنا أدرس اقتصاد وعلوم سياسية وقد كان. نعم. أرد لي إيمان. اسأل إيمان عن قراءاتها. بدأت تقرأ. الحين بسألها عن رواية. دوم يوم نقرأ رواية تحسين ككاتبة لرواية تشعرين بأن يا ليت لو كانت النهاية مبكي ورسمتي نهاية أخرى. هل فعلا صار وياكي ولا لا؟ حسيتي أن أجمل نهايات بتكون. مغايرة يعني؟ نهايات مغايرة للقراءة. نعم، نهاية مغايرة للنهاية اللي حطها الكاتب أو دونها الكاتب، وتشعرين بأن لو كنت كتبتي هذه النهاية أو غيرتي هذه النهاية بتكون أجمل. تقريبا لا، يعني ما يحضرني في بالي. أنا عندي نهايات أحبها بالعكس. نعم. عندي بعض النهايات الرواية موجودة قرأتها وقعت في حبها، ودائما يعني من سنين أرد أقرأ بس النهاية وخلاص أسكر الكتاب من كثر ما أنا حابة النهاية. شو الكتاب؟ وشو النهاية؟ أوكي، هي جريمة. أوكي. لا إحنا هناك. إيمان واضح إنك وايد هادية حبيبتي وكيوت. ميول خفية. لا نهاية سعيدة. ميولها الخفية. صح. النهاية سعيدة. هي لأغاثا كريستي اسمها في النهاية يأتي الموت. نعم. الأحداث القصة أو الجريمة تقع السيتنجز تقع في مصر الفرعونية، فستايل القصة حلو. وقديم جدا، وتعمل أغاثا كريستي بذكاء على علوم المخطوطات والأساطير. نهاية القصة كانت جميلة لأنها بعيدة عن الجريمة على عكس ستايل أغاثا كريستي. يعني ابتعدت عن الجريمة وحطت نهاية البطلة في بداية مختلفة أو مغايرة لكل الجو اللي هي عاشت فيه. نعم. فكان فيها نوع من التفاؤل على الأمل. أنا ما أحب أقول بالضبط شو النهاية لأن اللي يحب يقرأ الكتاب ما يعني ما أخربها عليه. لكن من النهايات اللي جدا أعجبتني. نعم. جميل. قريبا تقرين، بس الغريب ان تقرا نهايه وتسكر الكتاب. وايد غريب القصة الموضوع يعني مهمتها. انا الحين بروح البيت وبشوف اذا الكتاب عندي علشان بس اقرا النهايه اشوف شو سالفه النهايه. جدا حبيتها. روايه ليتش اسمها بيض عيون ولا بيض عيون؟ بيض عيون. بيض. اوكي. الاسم غريب لان تحسين ان بيض عيون شو سالفة الرواية؟ بيض عيون هي مجموعة قصصية، كل القصص اللي واردة في المجموعة يربطها شيء واحد، ثيمة السرد إن هي تتبع الأدب السوريالي. نعم. أنا أحب السورياليزم، وشفته أكثر في الفن التشكيلي، شفته في الرسم كمدرسة من بداية سلفادور دالي، بس ما شفته في الأدب بشكل أكبر. الشيء الثاني إن السوريالية تفتح مجال لأنك تلعبين على ثيمة الواقع والخيال وتدخلينهم في بعض. نعم. أنا ككاتبة ما أكون مسؤولة عن
شرح أو تقديم أن مثلاً للقارئ أن الحدث اللي أكتبه أو الشخصية اللي أكتبها هل هي فعلاً موجودة ومتى دخلت خيالها أو واقعها، يعني الخط الفاصل هذا يختفي. فاللعب في القصص كان مسلي، أنا شوي أحب أشاكس القارئ وألعب معه، فكان الموضوع جداً مسلي بالنسبة لي. بيض عيون حبيت من أول العنوان أني أصدم القارئ وألعب معه، أنه أوكي ليش بيض عيون؟ حصلت أول ما طلعت المجموعة على أكثر من نقد أنه هل هو كتاب طبخ يعني ولا هو مجموعة غريب قصصية؟ الاسم غريب. بيض عيون يتبع إحدى القصص، يعني واحدة من قصص المجموعة اسمها بيض عيون، واللي يقرا القصه القصيره هاي يعرف بالضبط ليش، يعني هناك تفسير منطقي. انزين انت مو بحافظتنها؟ لا. ممكن نفهم الفكره شو هي بيض عيون فكرتها شو؟ يعني بعطيت شيء تشويقي ما بخرب عليهم شوقينا القراء. لكن بيض عيون القصه نفسها تتحدث عن فتاه صغيره، ودائما احب لما اتكلم عن السرياليه ادخل من منطلق عقليه الطفل لانه يكون قادر اكثر على اللعب بين الخيال والواقع. الطفل نفسه يوم يلعب يصدق ان هذا واقع، فالموضوع بالنسبه لي كادوات اسهل. فهي طفله صغيره وتسرق لاول مره في حياتها. نعم. وتسرق من بيتها، فتكلمت عن فلسفه الطفوله والسرقه، ليش طفله تسرق، وفكره السرقه في نظرها هي اصلا ان هي المفروض تكون يعني في شده البراءه، فهي ليش سرقت. بعد في القصه ثيمه تربط ان هي والدتها حامل، ففكره الانجاب والبدايات والدجاجه ولا البيضه اول. صحيح دوم نسال هذا السؤال فعلا. وفي احداث القصه هي تسرق بيضه فتفتح البيضه وتشوف فيها عين. نعم. يعني الكتكوت كان نضج نص نضج. أوكي. فهذا اللي أقدر أقوله كنوع من ال motivation. تقصدين أنت تحبين الأدب العبثي أكثر؟ لا، مثلا لو تشوفين رواياتي حارس الشمس تكلمت عن أحداث الموصل عام 2014. نعم. وكانت وقائع فيها حقيقية بحتة، يمكن نسبة الخيال والفانتازيا في حارس الشمس بسيطة جدا. ومن الأشياء اللي تكلمت عنها الرواية صدرت 2015، بعض الأحداث اللي تكلمت عنها تحققت في 2017-2018، فكان فيها نوع من الاستشراف للمستقبل. أحب أحلل بذكاء الواقع، يمكن القصة القصيرة لا أحب ألعب فيها ويكون جانب الخيال بالنسبة لي أسهل وأقدر أني أشاكس القارئ. نعم. أنت تحبين تشاكسين القارئ؟ نحن الحين بنشاكس رولا. رولا قارئة. قارئة. ولكن اللي دوم يقرأ يعني يستوي عنده خلينا نقول إثراء لأفكاره، لقاموسه الأدبي، أيضا لخياله، يعني يصبح عند القارئ خيال جدا واسع من ممكن أنه يغير أحداث قصة يقراها هو مو بعايبتنا النهاية. صحيح؟ صحيح. ليش ما جربتي تكتبين؟ سؤال صعب هذا فعلا. سؤال مشاكس هذا السؤال. هذا سؤال مشاكس. الكتابة عمل جريء جدا. نعم. تحتاج جرأة، يمكن أكثر ما أن تحتاج أدوات، تحتاج إلمام باللغة، تحتاج جرأة. القارئ يصبح ملم باللغة أحس لأنه يثري يعني قاموسه الأدبي بشكل. وكل ما قرأتي أكثر كل ما صارت صعب أكثر إنك تكتبي. صحيح. لأن حتصيري كل ما تكتبي الشيء تحسي تقولي لا أنا مش بكتب بالمستوى المناسب. نعم. لذلك أنا بتفاجأ، وهذا الموضوع أشبعناه نقاشا. نعم. لما بسمع من بعض الكتاب والكاتبات إنهم ما بيقرأوا. نعم. أو بيملوا من القراءة. طب وين المخزون؟ يعني أنا بعتبر زي ما أنتي أشرتي إنه الكتابة بتأتي من ضمن أسبابها وجود مخزون، مخزون أدبي. صحيح. الشخص خزنه. صح. على سنين طويلة كتب كثيرة، فأنا ويتابع يكمل، يعني أنا أسفة أقاطش بس يتابع. يعني بعض الكتاب يقول مثلا قرأت فترة معينة من حياتي وبعدين خلص استمر بس يكتب، تحس حتى ذاكرته شوي خلص، يعني من حتصير رتيبة الأشياء راحت من الذاكرة اللي قرأ راح. صح. وصدقيني الكاتب المثقف أو الكاتب المطلع خلينا نقول كتاباته بتفرق سواء في الإنتاج أو في الفئة اللي بتقرأ له. نعم. أنا لازلت إنسانة جبانة أدبية، أكتفي بإني أكون قارئة. من برنامج فوالة المفروض أن نشجعك أنك تكتبين. يا ريت. أحس لو كتبت بتنجح وايد.
وتذكري كلامي. إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنا حاليا أقرأ لإيمان ومستمتعة بالقراءة. أنا بعد بقرأ لإيمان وبستمتع. يوم من إن شاء الأيام الله نقرأ لولا إن شاء الله يوم قريب. إن شاء الله. إن شاء الله. بنقرأ لكم كتبكم ويا بعض إن شاء الله، وبنستقبلكم في ضيوف في برنامجنا السنة الجاية ويا كتبكم. إن شاء الله. إن شاء الله. الكتاب اللي كتبتيه من سنة. يكون إن شاء الله بيصدر قريباً. إن شاء الله بيصدر قريباً. إن شاء الله يا رب. كتاب إيمان إحنا جمعنا ناقشناها يعني في مجموعات القراءة أكثر من مرة في أكثر من مجموعة. الجميل في لما بتناقشي كاتب متمكن. صحيح. الكلام ما بيكون مكرر. ما عم بتحفظ كلام وبترجع بتعيده. الحديث بيكون متعلق بالكتاب لكن أيضاً متعلق بالمجموعة. وهاي من ضمن الأدوات اللي مفروض الكتاب يتمكنوا منها إنه يعني يكون كلامهم يميز إيمان حقيقي برأيك؟ إيمان كاتبة حقيقية يعني أنا بقدر أحكي عنها من المجموعة اللي أنا بفتخر إنه إيمان أول كاتبة أنا حاورتها. أول كاتبة استضافوني في استراحة سيدة. صحيح. أول كاتبة أنا ناقشتها يعني في كل مشواري كمناقشة أو كمحاورة لكتاب. وكانت إنسانة يعني وضحت لي الصورة بداية كيف يجب أن يكون الكاتب يعني. قبل إنه إحنا نناقش الكتاب كنا حاطين شوية لنا معايير معينة. كنا نعتقد أو أنا كنت أعتقد إنه الكاتب في مكانة مقدسة. لا يجب المساس به. بس لا، الكاتب لازم إنه يكون إنسان. نعم صحيح. بنروح بريك، عقبها بنتحدث عن استراحة سيدات وبنتحدث عن الرواية اللي بتصدرينها إن شاء الله قريبا. مشاهدينا فاصل سريع ورادي لكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا ويا ضيوفنا الجميلات رولا وإيمان. انردلت رولا للنادي اللي أسستي اللي هو استراحة سيدات، خبرينا عنه أكثر. بداية كان قصة تأسيس مجموعة قرائية لأن أنا كنت بعاني من فراغ، منتقلة للبلد جديد وبناتي كبروا وراحوا على المدارس، فكان في عندي أقرأ لكن محيطي صديقاتي للأسف تقريبا ما كان فيهم أي حدا بيقرأ، ما تستهويهم القراءة. فقلت بدي أدور على صديقات قراءة. نفس ميولة أسست يعني حتى كان على أساس يكون يعني عن طريق الإنترنت يعني. افتراضي، نادي افتراضي. وبدأت باستراحة السيدات على الفيسبوك، وخلال شهر كان في أكثر من 300 عضو مع أنها كانت مجموعة يعني مغلقة. وصاروا العضوات إنه خلينا بدل ما إنه إحنا بنقرأ يعني افتراضيا خلينا نقرأ نلتقي ونتناقش. وفعلا بدينا نلتقي. هذا الكلام ب 2015. ب 2016 في عام القراءة تم تبني هذا النادي من مؤسس محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، وتم إطلاقه من ضمن مبادرات عام القراءة واستمر الحمد لله لله. الحمد لله. وأنا طبعاً اشتركت في نوادي قرائية أخرى مثل بحر الثقافة، مقهى الراويات، مع استراحة السيدات. النوادي القراءة إجمالاً سواء استراحة السيدات أو بحر الثقافة أو نادي الراويات بتشجع على وجود بيئة جميلة جداً نوعاً ما كثير بيفتقدها. نعم. سواء قارئات أو غير قارئات. أنا اكتشفت أنه في كثير سيدات ما بيعرفوا أساساً أنهم بيحبوا يقرأوا أو لا. كان آخر عهدهم بالكتب سواء بالمدرسة أو بالجامعة. نعم صحيح. وإذا كانت يوم الأبحاث بالضبط، وإذا ومجرد انتهاءهم من الدراسة انتهت علاقتهم كلياً بالكتب. فأنا بحاول إن دائماً أني أشجع سواء عضوات للاستراحة أو صديقات إلي أو ناس ممكن ألتقيهم بالصدفة. يعني أنا ممكن أكون في مكتبة من المكتبات الموجودة وألقى سيدة وأقعد أتحدث معها وأنا ما بعرفها. نعم. لمجرد أنه حاولي اقرأي، أحسها تايهة بين الكتب. نعم.
المجتمعات هاي بتعطي للناس اللي بيدخلوها سواء سيدات أو رجال ثقة. نعم. لأنه بيمارسوا شيء بيحبوه مع ناس فاهمين قيمة هذا الشيء بحياتهم. بعيداً عن أهمية القراءة اللي نحن يعني نتحدث عنها دوم ونثري أفكارنا وحياتنا، وأيضاً في بعض الأحيان ممكن كتاب يعطيك حل في حياتك، خلينا نقول إذا أنا طلبت منك تخبرينا عن أهمية القراءة فعلاً والانعزال، أنك تمسكين كتاب فعلاً وتقرين رواية أو قصة أو أي شيء، فعلاً شو الشخص ممكن يحس بعيدا عن أهميته اللي متعودين عليها فعلا كارولا المزاني؟ طبعا زي ما انت حضرتك تفضلتي وحكيتي انه الكل بيحكي عن أهمية القراءة، انه تثري اللغة، افكار جديدة، تستخدم الوقت استخدام جيد، لكن مش بس هاي فايدة القراءة او أهمية القراءة، خصوصا اذا اخذناها كأسلوب حياة انها تكون شيء اساسي بحياتنا. انا عن نفسي لما بقرأ ابحث عن الدهشة كسبب إني أقرأ، أبحث دائماً عن شيء يثير دهشتي، يعطيني شيء أنا كنت أعتقد إنه غير موجود وأكتشف إنه موجود. لكن مع القراءة الأشياء اللي الواحد فعلاً بيستفيدها وبكرر مع المناقشة التسامح، لأنه كتير تقرأ كتير كتب أنت ممكن تكون أفكار مختلفة عن أفكارك، عن أحياناً معتقداتك، بيصير بينك وبين الكتاب نقاش داخلي، هذا بيرسخ انه انت كيف تقدري تتعاملي مع الافكار خارج محيط الكتاب وانت تقرأي. احس بعد ما تحسين رولا ان القارئ النهم بالقراءه تحسين انه هو فعلا ناضج، شخص أكيد. ناضج بتعاملاته مع الاخرين اكيد، لكن عشان يوصل لمرحلة النضج بقدر آسفة أحكي عدد الكتب المقروءة غير مرتبط بالنضج. هذا اللي أنا بقدر إني حسب ما أنا شفت، ممكن قراء يقرأوا كل يوم كتاب لكن ما بوصلوا أحيانا لعمق الفكرة الموجودة داخل الكتاب أو الرسائل بحاول الكاتب إنه يحاول يوصلها للقارئ. أنا بعتقد بعد تجربتي، يعني أنا حاليا تقريبا عمري 38 سنة، بقدر إني أقول إني لا تكونين عمرك وأنا أصغر بقدر أحكي إنه أنا خلينا نقول يمكن نقول 30 سنة إلي بقرأ مثلا أو 20 سنة كقراءة واعية. أنا بفترض إنه كل سنين القراءة كانت في كفة، وكنت أعتقد إنه أنا واصلة لنضج كبير بالقراءة، وعي فكري كتير واسع، خصوصا مع القراءات المختلفة، لأنه أنا ما كنت أقرأ في فئة معينة، كنت أقرأ في كل شيء. لكن الأربع سنين الأخيرة في حياتي أعتقد أن هي اللي شكلت وعي الحقيقي، لأنه في الأربع سنين الأخيرة أنا اشتركت في استراع السيدات، وكانت في النقاشات اللي على هامش قراءات الكتب. تقرأ الكتاب ممكن أحيانا بعشر قراءات مختلفة، لما تتناقشي مع عشر سيدات أو تتناقشي كل أحيانا مع أشخاص آخرين، صحيح. ممكن تيجي أنت بأفكار معينة وتلاقي كل الأفكار اللي أنت وصلت إليك لا وصلت إليك ناقصة، وأشخاص آخرين كملوها. كنا في مناقشات، بقدر أتذكر وقت ناقشنا المجموعة القصصية، في أفكار طرحت من احدى العضوات او انت فوجئتي فيها انك ما كنت تقصديها اساسا. صح صح بالضبط. فالعقل الانساني عالم بديع، يترجم كل شخص احس صحيح. كتابه الكاتب بطريقه مختلفه تعني له، او ممكن انه من خياله ان هذا هو الموضوع. انزين اذا قرينا كتاب، احس انا اقرا كتاب عقب فتره يوم اقرا الكتاب اكتشف اشياء انا ما كنت قارتها قبل، واكتشف احداث يمكن ما كنت مركزه عليها. تحسين بعد فتره في اشياء لانه كم كتاب انت قريتيه بين القراءتين؟ هذا هو السبب اكيد، لانه احنا عباره اساسا انت ككائن بشري عباره عن تجميع خبرات، ومن ضمن الخبرات كقارئه الكتب اللي بتقرايها. كل كتاب عندك بيفتح باب فعلا في عقلك،
فتخيلي انت كان عندك نقول لما قرات القراءه الاولى 10 ابواب مفتوحه مثلا. نعم. بعدها في كمان كتابين او ثلاثه للقراءه اللي بعديها حتلاقي مثلا 50 كتاب مفتوح، فطبيعي انه في تفاصيل حتشوفيها بشكل حتى مختلف. ممكن صحيح. كتاب تكوني حابه تحسي انه هو لا انا من الممكن خلال ايضا هذه الفتره تغير طريقه التفكير يمكن أكيد. او جميل. الوضع النفسي فتحسين انه يمكن احداث تغيرت أكيد. والاشياء أكيد. تغيرت صحيح أكيد. ايمان خبرينا انت كاتبه اولا، ثانيا مهندسه كيميائيه، ثالثا انت مدربه جرافولوجي، كيف تقدرين توفقين بين كل هذين؟ خاصة أن الكتابة أيضا الرواية خذت منك سنة بحث وسنة كتابة وكاتبت مقال ثابت أسبوعي ثابت ما شاء الله. عندي دبلومة في الكالتشرال دبلوماسي أو دبلوماسية ثقافية، وياسة أشتغل على فيديوهات ما شاء الله ما شاء الله، لأن الموضوع جدا حديث يعني موضوع الدبلوماسية الثقافية فعلا حابة أني أتكلم عنه أكثر وأنشر وعي خاص فيه. تبنته دولتنا الحبيبة وكانت من الدول السباقة لتبني هذا الفكر، لكن لا يزال الكثيرين بعدهم متأخرين شوي في الفكرة، وايدين مو فاهمين شو دبلوماسية ثقافية أو شو تسوي أو شو دورها بالضبط وشو فرقها عن أي نوع من أنواع السياسة أو الدبلوماسية القائمة في العالم حاليا. قبل ما أجاوب على سؤالك، أنا حاب أني أتكلم عن استراحة سيدات كون أنا من الكاتبة الأولى اللي تمت استضافتها. من الأشياء يعني من الصالونات الأدبية، وببدأ بكلمة صالون لأن استراحة سيد أكثر من هالشيء، يعني هي مو بنادي. نعم. هي مو بمؤسسة، هي مو بمبادرة، هي صالون أكثر من يعتبر ذلك. تحسين عائلة من كلمات صالون. عائلة. هي عائلة يعني جمعة عائلية. اللي الأولى سوتها أن بنت مجتمع متكامل، أنا ككاتبة وعضوة معاهم. أول ما بديت غير أن ناقشت رواياتي ومجموعاتي القصصية، وأنا ككاتبة استفدت واستمتعت في المناقشة، كنت أجد الكثير من يشبهني وجدانيا. يعني بعد فترة تعرفت على الكثير من العضوات واستوينا صديقات. واحدة من العضوات في أول مناقشات حارس الشمس كتبت نهاية مغايرة في رد على حتى على سؤالك، يعني أنا انصدمت أن روايتي بس بنهاية مختلفة. نعم. بنظرتها عيبت ولا لا؟ حسيت نهايتك لايقة أكثر؟ الفرق أن نهايتي حزينة وهي نهايتها سعيدة. نعم. فهي كانت متفائلة أكثر مني، نهايتها جميلة. اللي عجبني أكثر من بغض النظر شو هي النهاية، اللي حبيته أن الإنسانة تفاعلت مع أحداث الرواية وشخصياتها لدرجة أن هي كتبت نهاية مختلفة. نهاية يعني هي صدقت في الشخصيات وشافتهم على أرض الواقع. نعم. هذا نجاح لكتابي. وأتذكر إيمان حمدان كتبت نثر صح عن الرواية ككل في أكم من سطر، يعني في عضوة أخرى كتبت نثر عن الرواية. نعم. زي قصيدة. رولا ردلت بموضوع أطلقتي مبادرة أنا أقرأ أدب إماراتي، خبرينا أكثر عنها. ما شاء الله عليك استراحة سيدات وأيضا أنا أقرأ أدب إماراتي. هاي المبادرة أنا جدا بعتز فيها وحابة أنه فعلا أنه ألاقيها أنصفت الأدب الإماراتي، لأنه أنا أعتقد في الفترة الحالية في شوية ظلم على الأدب المحلي. يمكن مع أنه الدولة مهيئة جميع الظروف، مهيئة جميع أوجه الدعم. صحيح. مؤخرا من أكم من يوم كان أطلق صاحب السمو الشيخ سلطان معرض الكتاب الإماراتي الأول في عاصمة الكتاب عاصمة الثقافة والكتاب الشارقة. في احتفاء شديد جدا، لكن للأسف اللي لمسته أنه بعض القراء في عندهم عزوف. نعم. وأنا بتحلم بشكل واقعي. صح. عن قراءة الأدب المحلي. لأسباب مختلفة. الأكبر سبب أو السبب البارز اللي أنا وجدته أنه ما عندهم فكرة شو في كتب موجودة، كتب قيمة، كتب وجهة نظر. معظم القراء اللي قرأوها كتب تستحق القراءة. فأنا استغلت وجود خطرت على بالي الفكرة وقت معرض وقت شهر القراءة مارس 2019 العام، أنه أطرح العناوين اللي أنا قرأتها بشكل شخصي أو مع استراحة السيدات أو مع مجموعات قرائية أخرى زي نادي الراويات وبحر الثقافة لأدباء أو كتاب إماراتيين، سواء تم إصدارها داخل الدولة أو دور نشر من خارج الدولة.
وكنت اتوقع يعني يكون تفاعل بسيط ضمن الصديقات وال وبعض المتابعين على السوشيال ميديا. نعم. وتفاجأت انه الحمد لله انتشرت واصبح كل شخص يعطي مقترح من عنده. الشيء اللي كنت انا وقتها متخوفه منه بصراحه انه يكون في بعض المجاملات. نعم. يعني انه انا بجامل ايمان فانا بحط كتابها لكن صدقا وهذا الشيء اللي انا كثير اسعدني انه لقيت كل المقترحات الموجوده مقترحات فعلا صحيحه كانت تستحق فعلا وانت اعطيتي وقتها مجموعه من الكتب يعني واكتشفت انه في كنوز في الأدب الإماراتي يجب أنه أعتقد أي قارئ يقرأها يعني أنا بجد سوري يعني بالكلمة آسف بالكلمة أنه من المعيب أنه تكوني عايشة على هذه الدولة على الأقل وما تتعرفي عليها أدبيا. صحيح. عادة لما بنسافر بناخذ معانا كتاب من أدب الدولة اللي إحنا مسافرين عليها حتى نتعرف عليها بشكل أكثر. تخيلي تكوني عايشة حياتك وما عارفة الإصدارات الأدبية. إذا أنا بغيت أنضم لاستراحة سيدات أو إحدى المشاهدات اللي تابعنا الحين كيف؟ هل المفروض يكون عندها رواية أو أن أي شخص ممكن؟ استراحة سيدات طبعا فيها مجموعات في كل إمارات الدولة بالإضافة للعاصمة الأردنية عمان. نعم. وفي مجموعة دولية للعضوات من خارج الدولة. طبعا هي استراحة مبادرة من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. نعم. من ضمن المجموعات في مجموعة للكاتبات لكن هي بالأساس للقارئات. نعم. أو للسيدات بشكل عام. نعم. بتقدر تبعت لنا على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي إنها. نعم. حابة تنضم. طبعا في عنا مجموعة جميلة ورائعة في الفجيرة أيضا. حلو. المنسقات أو المسؤولات عنها هم مروى ياغي ومنال النقبي برضو. نعم. منال كاتبة جميلة جدا قلمها كتير رائع. طبعا احنا كل مجموعه عندها قراءاتها الخاصه فيها. نعم. يعني مجموعه الفجيره عندها جدولها لطول السنه بقراءات مختلفه دبي قراءات مختلفه وهكذا. مجموعه الكاتبات عندهم برضو كتابات قراءاتهم المتخصصه في صنعه الادب. فبنرحب بدون شروط ما في اي شروط نهائيه للانضمام. نعم. والحضور اختياري ويعني حب تلاقي الأجواء يعني حميمية لطيفة تشجع على القراءة. نعم. وين تجتمعون في أماكن مختلفة طبعا لكل إمارة حسب خصوصيتها. نعم. وحسب خصوصية العضوات يعني إحنا في اختلافات ديموغرافية بسيطة بين كل إمارة والتانية أو كل مجموعة والأخرى فطبعا لاختيارات العضوات واختيارات المنسقات يعني. نعم. كل مجموعة لها منسقاتها هم اللي بيقرروا كيف بيتم سير اللقاءات. اوكي. ايمان رد لي موضوع روايتك اللي اخذ منك بحث سنه وكتابه سنه ولين الحين ما انتهيتي منه. خبرينا اكثر عنه. انتهت منها. انتهيتي منه ولكن ما قصرت. انتهت. يا زلمه حبيت اعيد التدقيق. شكرا رولا على المعلومه. انا ايمان لانه وقت ما قالت لي بدي ابعث لك الروايه استنى ايمان ما بعثت الروايه. أنا بس لقيت في شيء بده يتدقق لقيت بس في تفصيلة أنا غيرتها من شهور وعدتها من شهور قلت لها إيمان أنت حتبعتيها ولا لا بس أنا بدي أعرف لا صلح لا أنا عادة لأني أنا بقرأ عادة أنا أقرأ قبل النشر يعني بقرأ لكتاب وكاتبات سواء رواية أو قصص قصيرة أو شعر وقبل النشر متعودة على بس عادة حدا بيقول لي راح يبعث لي عادة إنه ماكسيموم أسبوع بكون موصل لل إيمان قعدت شهور كم ست شهور يمكن تقريبا ست شهور هي خلاص. نعم. يعني ست شهور لا وفي الاخر إيمان تقول لي انا بعت لك انت حطاني بلوك هي طبعا كلش عم بعته ولا شيء يعني. نعم. لا الحمد لله الروايه اخذت يعني فكرت في الفكره اخذت وقتها على مهلها انا راضيه وكتبتها تقريبا بحثت سنه كتبتها في سنه دققتها في سنه حاليا هي جاهزه للنشر باذن الله الموضوع بس يتطلب اني اتفق مع دار نشر في كذا دار نشر في بالي. نعم. اتمنى يكون التعاون معهم الروايه عنوانها قيامه الاخرين. نعم. غريب الاسم اختيارك وانتقائك للاسماء غريب لعناوين كتبت
أو روايات. وهو آخر شيء أسويه. يعني دائما عندي مشكلة العناوين لأن أحس إن هي مهمة تحمل وزن كبير. القارئ يعني يحط نسبة كبيرة على العنوان وعلى الغلاف. نعم. وبعدها على اسم الكاتب ساعات لو ما يعرف الكاتب. نعم. هذا من بالضبط. صحيح. فأحاول أني أنتقل العنوان بحذر يشد. ويكون بالضبط ويعبر عن الرواية. أنا ما أحب يكون بعيد داخل بالعنوان. ما أحب يكون بعيد عنها. نعم. فقيامة صحيح. الآخرين فيها قضايا اجتماعية، فيها شوي فلسفة، فيها استشراف. أول رواية شوي مختلفة عن رواياتي السابقة لأن فيها ثريلر، فأحداثها وايد متسارعة وفيها غموض من أول صفحة. نعم. استخدمت مرض نفسي بس لعبت فيه شوي، فما بيكون هو بالضبط نفس الموجود في كتب علم النفس، مع اني صفحت وقريت وايد وسألت. اتمنى كل التوفيق لك بقيامة الآخرين. رولا وإيمان، أنا بخليكم تاكلون الجيمات وبننتقل عند زميلتنا عواطف لركن التراث علشان نتعرف أكثر على الحنة، لأن العيد قريب وكلنا بنتحنى. هذا موضوع يهم كل الحريم. يعطيك العافية، سوالفكم وايد حلوة أستاذة إيمان وأستاذة رولا، ويعني أتوقع أنا ومروة بعد الحلقة بنكون جزء بعد من استراحة سيدات إن شاء الله. لأنه وايد حلوة أكيد إن شاء الله. بنرجع إن شاء الله نستكمل الحوار الجميل، بس الحين بنروح ويا خالتي أم سعيد تخبرنا عن الحنة كيف يزرعونها ومن البداية. أول شيء النبتة. هذه هي نبتة الحنة. هذه نبتة الحنة. يزرعوها عود. وهذه مش البذور تزرع. لا ما البذور، العود هو. بس عود عادي ما هذا ما صغير يعني الكبير. وبعدين تنقص يوم تكبر. تأخذين الأوراق. نأخذ الورق ونروحه ولا في صينية كما كذا. ولا على الصرود هنا. هي هذا بعدين يبس، خلاص يبسناه شلنا يبنا وجمعناه بهذه بالمخرافة هي وشلينا هنا ونطحنه. دقينا هذا مطحون. هي هذا الحين مطبوقها. بعدين خلاص خلصنا هذا، خلصنا من الحنة. يبنا الطاسة ويبنا أي شيء شيلة، المهم خفيف. هي هذا اسمها النخال. تنخلينه. هي هذا نخال ننخله. تاخذي بس اللي وايد مطحون منه. اللي النعيمه بعدين بارابش عندنا كيف. هي ورينا الطريقه. هذا خلاص. عقب تورينا خالتي بعد نقشات الحنه قبل. ما عليه. هي. وبنخلص الحنه. انزين. هذه بعد ما نرميها. هذا بنطحنه مره ثانيه. هذا بعد لا ما حد يطحنه وحد لا. هذا شو تسوي؟ خلوه يوم يطبخوا الحنه. هي. يغلو بالماء هو ولا يموت. وبعدين؟ اي نبل الحنه. وهذا بعد ما تنخلينه؟ هذا عب نمغي بعد ما ننخله. هي. ترى وش طريقته كيف؟ هي وريني كيف الطريقه. شوفي كم احلى تلفزيون اخضر. ريحته حلوه. خالتي للحين تسوين انتي في البيت؟ ايه اسوي بالبيت، هذا معنا احنا بالنخل موجود. ايه احنا زارعين تزرعونه. ايه وتستخدمون الحين تستخدمون الحين بعد للعلاج صح؟ لا للعلاج بكل شيء تسبح فيه الحين يتسبح فيه. يوم خلص ها. ايه يوم خلص هذا بعد ما صفيتي. ايه هذا بعد ما صفيتي. هذا اللي يستحب بتعجنينه. ايوه الحين هذا عاد الحين يوم استوى كذا. عينا خلاص سوينا غلينا الماء ونغلي النخالة ماله مع ليمون والماء. الحين الخلطات تغيرت صح؟ احنا هذا خلطتنا بعدينها لحد الان مال الصالون ما نعرف. اهي هاي. وهذا يستخدمونها استوى عاد هذا وسوينا عاد نقش نقشنا عاد الباط. خالتي قلتي ان قبل شوي كنا نتكلم انه يستخدمونها للعلاج الاوليين، كانوا يستخدمون الحنه، شو كانوا يسوون فيها؟ يستخدموها لان يعني اللي عنده مثلا اللي عنده صداع مغلوب بس بماي. ماي بس يحطيها ماي على راسه. ماي عادي ماي كما هذا الماي ها. هي. وسوى على الراس ويصبغ بالشعر. هذا لازم يتم ليله؟ لا لا ساعتين او ثلاث بس. للوي على الراس. بعد زيت شهين وبعد يستخدمونه لان الجسم يتسبحوا فيه. نفس الصدر. هي هي نفس الصدر. خالتي ما يلون اذا استخدمناه؟ لا لا بالسبوح ما يلون لانه ما في شيء يثبت اللون ماله. هي الليمون يثبت لونه. هي الليمون يثبت لونه. وهذا نقشوه عاد اول يحط الباب. هذا بدل المعصار الحين. هي بدل المعصار بالشوكه ولا حبه الكبري بسوي عاديه. هي سوي عاديه بشوف. هذا الربيه، تبي الربيه اول؟ هي اللي يبي يجرب حياكم الله.
لان هي ما تشل هذه وايد. هي هذه كانوا ينقشون فيها قبل صح؟ ايوه هذا مال النقشه. لكن يوم الربيه انا بشلش الربيه كذا. هي وفي بعد النوع الثاني اللي تتسكر الايد؟ هي هذيك الغمصه. الغمصه. يترسل هذا ويكسفه كذا. ويلبسونه شيء شيء صح؟ ويربطوه بالخيل. وتم طول الليل عاد. على طول الليل لان ينشى الصبح مساكين. هذه هي الربيه يسموها. هي هذه والاصابع. والاصابع هذا الرايبه يسموها. الرايبه بحطها ليش بعد انا اصلا؟ تحطي؟ خلوه قبل حتى الريايل كانوا يستخدمون الحنة ولا الحين؟ يستخدموا الحين بعد الحين يعني بدل هذا الريايل كبار مثلا الحين يستحوا شباب الحين يستحوا ريايل الحين يستحوا الاوليين لا عادي لازم يتحنوا كذا غمصه المعارس لا معرس ولا ريال كبير ثاني كلهم يتحنوا عشان تحفى ايديهم من الشغل طر رياديهم يعني هذا يوم يعني الايده تتعب من الشغل وتقشر اليدين وتيرح هذا الحنة وايد زين هذه علاج حق هي والريول ما شاء الله انا الحين بسوي عصير هذا خالتي خلط طحنت لنا انت ومع ليمون وماي هي هذا ويغلي لازم نفس الشيء نفس هذا هي يغلي الماي يغلي هو يحطه بالطاسه وانا امغي بايدي قالوا خلو ولا خالو النكش قلتي كانوا يسوونه بهذه صح وبعد شيء ثاني بعد قلتي لي والباط ولا حبه الكبريت بس ما نفس نكش الحين لا لا كان بس هذه اللي هني بس الباط وفي الباط ولا هذه هنا الربيه والروايب كمان كذا وهذا الثاني شو هيو هذا هذا الياس الياس شو يسوون فيه نفس الشيء بعد انا بسوي الحين براويش ليش الحين خلاص بعد سويت يعني هذا الربيه وخلاص وكانوا يعني بهذه ينقشون بس ما شاء الله بسرعة شي لونت احنا البلاد لازم كذا ما شاء الله سويته انا وهذا الياس هذا الياس الحين هذا الياس هذا الحنة خلصنا منه هذه بعد تلون الياس لا هذا ما يلون هذا حق هذا بس يستخدموا للشعر للعكفة يوم يسقلوا هذا العكفة يعقصبوا البنت ولا كلهم يتعقصوا فيه من بنت لعيوز لعروس شو فايدته؟ فايدته وايد للشعر ما يحط الشعر الحين هذا الياس بعد نفس الشيء نفس الحنة مطحون وهذا الياس بعد تزرعونه خالتي؟ هذا نفس النبتة هي نفس نبتة له وهذا الياس هذا مجفف جاهز مجفف هي هذا مجفف وبعد يستخدمونه من نفس الحنة؟ لا يعني مو بس بمال ويحطون على يعني الحرمة يعني حامل طاحت سووا لها في ملح شوية وشربوها لي الياس يعني هذا ينشرب 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 ومعش سهال معهم سهال يعني تموا سهال ما حد سووا لهم ملح بعه وليمونه فيه سقوهم بعه وشربوا اللي بيشربوا يعني اليهال ما يشربوا اليهال يزاوعوا منه والحين بع الحنة هذا الياس بع نفس الحنة بننخله فراوش نخلته بعد نفس الشيء نفس الشيء بعد وخلوا بعد تزرعونه انتم ايه نزرع موجود معنا الاصبع ويبس ونفس الشجره بعد طلع بعد نبته هي بس هذا ما تنزرع لا هذا عادي ينشرب بس الحنه طبعا لا لا ما ينشرب الحنه اللي مبلى البذور ماله يسموه حمل الحنه اللي معه فواد ويعبروا يعني احنا بنقول معدتهم الحين يقول اول يقول الفواد هي الحين يشربوا هذا يطحنوها النبتة النبتة هذه طحنوها ويشربوها بس عما دلون دلون وايد قديم هي. اللي هو تكون بعد فرش بعد جديد ايوه بعدها جديد وهذا بعد نفس نفس هذا نخلنا الحين انا هذا من نعمة انه وايد ناخلت انه انا كنت انا اول وهذا بعد نفس الخلطة نفس الخلطة الحنة ونفسها نفسها كل شيء هذا لونه طلع يعطيك العافيه خالتي الريحه هني تجنن ريحه حنا روحتي هذا الياس هذا ريحته احلى حتى يعطيك العافيه خالتي مسعيد وشكرا الله يعافيك ونحن ننتقل ويا مشاهدينا لفاصل ومن بعدها نرجع نستكمل برنامج فواله
رجعنا لكم عقب الفاصل مشاهدينا. الحين انتقلت من عند عواطف قبل شوية سأقولها، أنا كنت أقول بريك والحين قلت فاصل نفس عواطف. رجعنا لكم عقب الفاصل مشاهدينا لضيوفنا رولا وأيضا إيمان. نرد لك إيمان لجائزة اللي حصلتي عليها بالمركز الأول في جائزة الإمارات لرواية في عام 2016 اللي هي حارس الشمس. حارس الشمس بيض عيون قيامة الآخرين. خبرينا عن الجائزة، عقبها خبرينا عن انتقائك للأسماء هذه الغريبة، كيف تخطر في بالك؟ خبز وحبر، خبز وحبر، خبز وحبر بعد. طائر في حوض الأسماك، يعني هالأسماء. خبرينا عن الجائزة علشان ما أضيع وما أضيع. أنا مذاكرة الحين، بذاكر ويات عقب الهوى. خبرينا عن حارس الشمس اللي فزتي بجائزة الأولى في 2016. نعم، أنا كتبت حارس الشمس كجزء من برنامج دبي الدولي للكتابة. نعم. والبرنامج هذا تابع لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أوكي. تم تدريبي في مع الأستاذة نجوى بركات، في محترف الأستاذة نجوى. كانت تجربة جميلة جدا وصعبة في بداياتها، واستمرت تقريبا 10 شهور، نقول تقريبا سنة. وبعدها تم نشر حارس الشمس، وبعد نشرها بمدة بسيطة جدا الحمد لله فاز بالمركز الأول جائزة الإمارات للرواية عام 2016. طبعا الفوز كان بالنسبه لي مفاجئ، انا تمنيت الفوز بس ما توقعته. وحسسني بالمسؤوليه زياده، يعني كان يعني تكريم وتشريف في نفس الوقت. اللي قام بتكريمنا سمو الشيخ عبد الله بن زايد مع معرض ابو ظبي، او بالتزامن مع معرض ابو ظبي للكتاب. حارس الشمس من الروايات الاقرب او الاعمال الاقرب الى قلبي، يمكن لان هي وايد طولت في كتابتها، يمكن أن فكرتها يعني جتني واستفزتني في فترة معينة، وبعدها ترجمت إلى شخصيات وأحداث. وحتى أقول لهم يوم آخر يوم كتبت نهاية أو آخر جملة من الرواية حسيت أني فقدت حد عزيز على قلبي. يستوي هالشيء يوم أكتب بعض أعمالي أو أغلبها ويوم أقرأ كتاب جيد. نعم، يكون صديق فعلا، تحسين انه خلاص بتودعين على نهايه الروايه او نهايه الكتاب. يعني كنا نتكلم انا ورولا، انا بدايه قراءاتي كانت كنا نسكن عدال او بيننا وبين مكتبه الصفا العامه شارع. فكنت كطفله لما اكتشفت مكتبه الصفا كاني اكتشفت كنز. طبعا سويت جمب او سكيب لقسم الاطفال، او اني يعني انا اكبر من هالموضوع مع اني كان عمري 7 سنين. وعلى طول انتقلت لجزء الكبار ولست اقرا الكتب وعشت معاهم تفاصيل. دائما اقول اول كتاب او اول روايه قراتها كانت كونت مونت كريستو، ومن كثر ما حبيت الشخصيه وعشت معاهم تميت اسبوع اصيح انه ذاتس ات، خلاص طلع من حياتي. ففعلا اتعلق في الشخصيات سواء كنت انا قارئه او كاتبه. نعم، انا بقول لك سر، انا عندي مشكله في حفظ الاسماء. جميع الاسماء عندي مشكله حقيقيه في هذا الموضوع. انتقائك لاسماء وعناوين رواياتك يلصق في الذاكره. يعني انا عندي مشكله حقيقيه في الاسماء مع الزملاء اللي انا اتعامل معهم يوميا. حارس الشمس، بيض عيون، قيامة الآخرين، خبز وحبر اللي خبرتني عنه الحين. يعني فعلا أحس عندك ذكاء في انتقاء عناوين رواياتك لأنه فعلا يلصق في الذاكرة. الحمد لله. كيف؟ لكن كيف؟ أنا أتعب في اختيار العناوين جدا. أنا حتى مقالتي الأسبوعية عندي عمود أسبوعي في صحيفة الرؤية، أكتب المقالة وتقريبا نفس وقت كتابة المقالة ما يعادله هو بس تفكير في العنوان، وهي مقالة أسبوعية مو برواية أو مجموعة قصصية. فأولا دائما يكون العنوان آخر شيء أسوي، يمكن ما عدا الرواية الجديدة اللي توني بديت أكتب فيها، لا العنوان هو سبق الرواية، وهذا حدث يعني ما سوى معي من قبل. أحاول أن يكون العنوان نفس ما قلت، عنوان غريب، عنوان يمثل المجموعة القصصية أو الرواية. نعم. يعني بيض عيون مجموعة سريالية، وبالتالي كان المفروض يكون العنوان صادم. نعم. ويكون يعني شيء غير متوقع. نعم. أنك تشوفين أن بيض عيون شيء إحنا ممكن نفطر فيه أو ناكله بشكل يومي. نعم. شيء يؤخذ يعني من المسلمات اللي تؤخذ من الحياة اليومية، لكن هو أعمق ولا عمق فلسفي. ساعات أساعد القارئ أني أكتب هالشيء في البداية في المقدمة. نعم. بعد الإهداء أحاول أني أحط مقولة أو يعني هنت أغششهم، أحاول أني أصنع جسر بين العنوان وبين النص. نعم. جميل. الحمد لله أني وفقت يعني لها العناوين. الحمد لله. لا فعلا وفقتي يعني. نرد لك رولا، نتحدث عن موضوع المبادرات لدعم القراءة، شو أهميتها برأيك؟
هي أهميتها في تيجي كمان في وقت الصح يعني. نعم. بعتقد أنه سمو الشيخ محمد بن راشد لما أطلق عام القراءة وأطلق نعم. تحدي القراءة أعتقد أنه الخريطة الثقافية للمنطقة بأثرها تغيرت تغير شاسع وفتح الباب للاجتهاد لأفكار جديدة لمبادرات عديدة وإلها استمرارية ما كانت فقط أنه مؤقتة تنتهي بانتهاء العام أو تنتهي بانتهاء الحدث نفسه. وجود قانون للقراءة وهذا شيء كان يعني بتذكر أول ما نزل الخبر أنه تقريبا الكل ما كان يصدق قانون للقراءة وأنه يطل في كل سنة في شهر فقط أنه للقراءة يحتفي بالقراءة يشجع على القراءة. يعني أنا بعتقد أنه إحنا الحمد لله وجودنا بهاي الدولة وجودنا بهذا الوقت هذا أكبر نعمة لأنه أنك تشجع الناس على القراءة من جميع المظاهر الثقافية قد يكون أصعبها. نعم. لاختلاف الناس واختلاف الميول وللأسف المجتمعات العربية مجتمعات لا تحتفي عادة أو بالقراءة لا تهتم بالقراءة تهتم بالقراءة الأكاديمية أو البحثية أكثر من القراءة نعم. العامة اللي تثري الشخص وباعتبارها نمط من أنماط أو روتين يومي من نمط الحياة. صحيح. فأنا بعتقد أنه الاهتمام بهيك مبادرات بيساعد أنه نقدر أنه نحافظ على وجودنا هويتنا ثباتنا الحضاري والتقدم. صحيح. تطور التكنولوجي السوشيال ميديا هل ساعدكم في دعم القراءة؟ أكيد أكيد. في طبعا في كتير أصوات بتقول أنه السوشيال ميديا بتهدد القراءة أو بتهدد الثقافة. أنا مختلفة تماما مع هاي الأصوات لأنه أنا بعتقد كل إنسان بيشوف الشيء اللي بيدور عليه. فبالوقت الماضي قبل كم سنة تقريبا ما كان في اهتمام بالقراءة نفس الموجود. صحيح. فكانت وسائل التواصل الاجتماعي على تواضعها في ذلك الوقت ما كان في لها تقريبا اهتمام بالقراءة مقارنة بالوقت الحالي. حاليا حسابات القراء وحسابات مبادرات القراءة أنا أعتقد أنها بالآلاف. قبل سنتين ثلاثة كان ممكن لا الحسابات المشاهير التواصل الاجتماعي بالآلاف وبالملايين. القراء اللي هم 100-200 متابع. حاليا صرنا نشوف أنه في قراء عندهم آلاف مئات أحيانا الآلاف من المتابعين كذلك الكتاب. لأنه أصبح ظاهرة أيضاً صحية. نعم. ظاهرة صحية جدا. أصبح أيضا للناس الأشخاص العاديين بعيدين جدا عن المشاهير وشي أحس أنه أصبح عندهم وعي. يعني أصبحوا الآن ينتقون أيضا لمنو بيسوون فولو. صحيح صحيح. علشان أيضا يعني كنت قبل شوية حكت لك أنه عن جودة القراءة أنه نعم. لا تتعلق بالعدد تتعلق أحيانا بالكيفية وبالنقاش في بعض الأوقات. وسائل التواصل الاجتماعي أعطت الفرصة للقراء في بيوتهم عن طريق تليفوناتهم أو عن طريق أجهزة الكمبيوتر أنهم يتواصلوا مع قراء آخرين سواء بمطالعة قراءاتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي العادية أو عن طريق جودريدز سواء قراءة أو بالنقاش المباشر. وهذا عزز فتح مجالات كبيرة لطرح كتب ممكن تكون منسية وإعادة إحياء لكتب ممكن يكون لها بعض الأحيان ممكن تقرأ رواية. يعني أنا كتاب رواية المسخ لكافكا قرأتها يمكن أكثر من 5 أو 6 مرات كاملة وأرد يوم دخلت الإنستغرام من يومين أو 3 قريت شيء مكتوب هاشتاج كافكا هاشتاج المسخ مسكت الكتاب يس أدور عليها أن هي هذه الكلمة وين رائعة. فأحس أيضا السوشيال ميديا أصبح اليوم يوثق بعض من مقاطع أو خلينا نقول بارت من الروايات فعلا تحسين أنك ما قريتيها كلمة ممكن تكون رسالة من رسائلها فأنا تحسين أنه شيء وايد حلو.
صحيح. ومؤخرا عادت كلمة إصدارات كلمة إصدار رسائل ومذكرات كافكا كان النسخة الجديدة طبعة جديدة، وهذا شيء كان بالنسبة لنا إحنا القراء كنا بننتظره. ترى حتى الكتاب، يعني أنا بالنسبة لي ككاتبة قبل أن أكون قارئة استفدت من السوشيال ميديا جدا، يعني قدرتي على أني أتواصل مع القارئ بهذا الشكل المباشر، والقارئ مو بشرط أنه يكون قادر على أنه يوصلني مثلا في بلدي أو في فعالية أنا أتواجد فيها، جدا جميل. نعم. حركة النقد يعني أصبح للقارئ رأي، والنقد لو ما يعني لو مشينا على النوعية مو بالكمية، هناك نقد جيد فعلا. وهناك حركة توجه إلى الكتاب الجيد أو الكاتب الجيد، مهما الموضوع يعني يمكن نقول صعب في البداية، لكن احنا نشوف مواقع، نشوف سوشيال ميديا فيها تقييمات معينة، المتابعة انا كقارئة اتابعهم بالدرجة الاولى، فكقارئة او ككاتبة الموضوع وايد بالنسبة لي مفيد. صحيح. اتوقع ايجابي اكثر منه يمكن سلبي. رولا وإيمان، أنا وايد استمتعت بالحديث وياكم، وأنا وايد جريب بكون انضميت لاستراحة سيدات وياكم، لأن فعلا أنا استمتعت في الحلقة وياكم، ويعني شعرت كأنها دقائق اللي مرت. صح. والحين دور عواطف يعني ركبت يعني هناك يترياكم. حياكم الله. تفضل. يؤسفني يعني أودعكم يعني ولكن إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء قريبا إن شاء الله. حياك الله. تفضل. مخرجنا أقدر أسير وياهم. نورينا في قسم التراث. حياكم الله. يا هلا والله. هلا فيكم. نحن هني دوم بقسم التراث نتحيز للتراث. يعني نتكلم عن أشياء تراثية، فحتى في الكتب بندخل هالموضوع. حلو. عندك هذا النوع من الكتب اللي توثقين فيه التراث الإماراتي أستاذة إيمان؟ يمكن من أول الأمور اللي اشتغلت عليها أني وثقت للكاتبة الإماراتية. جميل. كنت أكتب مقالات، عندي عمود في صحيفة الرؤية، وأنا حتى يوم أكتب العمود هذا بدأ 300 كلمة وبعدين كبر ل 600 كلمة. ما شاء الله. لكن مهما كان حجم الكلمات أو عددهم، كنت أحب أني أسوي بحث بسيط، لأن أحب أن القارئ يستفيد. معلومة اكتشفت أن عنده تقصير وندرة فيما يوثق أو في المحتوى الموجود على الإنترنت، يمكن أكثر من الكتب بخصوص الكاتبة الإماراتية. فحاورتهم ووثقت لها الكاتبات، وحاولت أني أنوع، يعني كاتبة في أدب الطفل وفي المسرح وفي الشعر، وكاتبات كلهم ما شاء الله جيدات ومعروفات. بعدها كتبت غافة، اللي هو اللي فيلم أو هو الفيلم. غافة يعد أول فيلم إماراتي نسوي قصير، من أجمل ما حدث أن الفيلم عرض في مهرجان دبي السينمائي 2017، وعقبها حاليا نحن لدينا شعار عام التسامح في 2019 اللي هو شجاعة الغاف أو الغافة، وقيامة الآخرين. فالتراث جزء كبير يعني من قلم إيمان اليوسف، أتوقع ما ممكن ككاتب مستحيل ينفصل عن التراث أو عن أكيد هم مربوطين ببعض. بنرجع لمسرحية بعد، بس نروح لأستاذة رولا. ميولك بالقراءة، يمكن تكلمتي عن وايد كتب لدرجة أن حمستينا نحن نقراها. بالنسبة للتراث أو الكتب اللي تحكي تاريخ قديم، تحبين هذا النوع من الكتب؟ الرواية التاريخية. التاريخية. بعتقد أنا من أهم فئات الأدب أو فئات الرواية اللي كان زماننا الحاضر بتحتاجها. لأنها هي بتحفظ حقبات تاريخية للبلد نفسها. على سبيل المثال زمن السيداف. من الكتب المهمة جدا اللي أنا أعتقد لازم تكون موجودة في كل بيت إماراتي، لأنها بتحفظ حافظة لتاريخ بدايات ما قبل دولة إعلان الدولة، وأحداث مهمة جدا. في كتاب أو رواية ثلاثية الدال لنادية النجار، رواية أكثر من رائعة، ومن الروايات اللي أنا حبيتها وقرأتها أكثر من مرة. رواية مؤثرة، رواية مبنية على أحداث حقيقية. سمكة الرمل لمها قرقاش. يعني أنا بعتقد هاي جمالية الأدب أو الأدب التاريخي، إنك أنت بتقدري تطلعي على أحداث حدثت قبل سنين طويلة، وثقت أحداث، لكن بصورة تقدري إنك تشوفي فعلا إيش صار،
وبتبعدي عن الكتب التاريخيه اللي ممكن ما تكون ضمن اهتماماتك مثلا. ويعني احس اثنينكم ما شاء الله تهتمون بالكاتبه الاماراتيه او الكاتبه بشكل عام الحريم يعني، فهذا شيء بعد حلو. بنسالك عن الكتب اللي تختاريها في استراحات السيدات، على اي اساس تختارين هذه الكتب بالذات؟ طبعا احنا بالنسبه لاختياراتنا زي ما قبل شوي حكيت انه كل مجموعه لها اختياراتها من الكتب. احنا عاده بنحاول في نهايه العام قبل معرض الشارقه نطرح استبيان في المجموعات للعضوات وهم يختاروا. بيقوم الاختيار على ثلاث محاور، في اختيارات العضوات، احيانا بيتفقوا العضوات بدون درايه بينهم انه في اتفقوا على عده كتب، ففي ميل انهم يقراوا هاي الكتب حابين فتختاري، فبيكونوا هذول من ضمن الاختيارات الاولى. في عنا الاختيارات، عنا مجموعه ثابته من مختاره من العضوات كتب يعتقدوا انه هاي الكتب لازم تقرا. الفئه الاخيره احنا بنختار كتب من السطلي التي صدرت حديثا، كتب جديدة طبعا سواء بالتواصل مع دور النشر، بالتواصل مع الكتاب ذات نفسهم. احنا بنطلع على الكتب نقراها قبل، سواء عن طريق الكتاب يرسلوا لنا اياها او عن طريق دور النشر ذات نفسها. بنقيمها وطبعا لكل مجموعه بنعرضهم على المنسقات، والراي الاخير بيكون لمنسقات المجموعات. يعني انا لو مثلا منسقات الفجيره قالوا انه هذا الكتاب لا ما بدنا نقراه، خلاص ما بيقراه. وفي فتره معينه نخلص فيها، احنا عندنا جدول ثابت. في جدول ثابت بالنسبه لكل الامارات ما عدا دبي، بيلتقوا مره شهريا ومعروف الجدول نازل كل شهر شو عندهم الكتب اللي بيقراوها. معظم الاوقات بيكون كتابين، روائي وادبي وغير ادبي، ما عدا دبي. دبي تلتقي بصوره اسبوعيه، كل اسبوع كتاب. أستاذ إيمان عندك تجربة مع الأفلام، مع الكتب، بعد مع المسرحيات. صح. المسرحية أنا أبريق شاي. أنا أبريق الشاي هي قصة قصيرة وجاءت يعني من ضمن بيض عيون، فهي نشرت من ضمن بيض عيون كقصة قصيرة وبعدين تمت معالجتها كنص مسرحية وشاركت على أنها مسرحية. وعندي بعد قصة طقوس دفن الأطفال هي بعد في بيض عيون. الجدير بالاهتمام أن هي تمت ترجمتها لمسرحية بس أمريكية، ما شاء الله. لأني يوم كنت في أيوة، أنا الحمد لله أول كاتبة إماراتية تحوز على زمالة الفخرية في الكتابة الإبداعية، ما شاء الله عليك، من أعلق برامج كتابة في العالم اللي هي جامعة أيوة. فشاركت هناك معاهم، ومن ضمن القصص اللي تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية كانت طقوس دفن الأظفار، فيها نسبة كبيرة من التراث اللي هو جديد عنهم. بس يعني شو لو تقولينا بس نبذة عنها، شي هالملخص اللي نحط وراء الكتاب. تمام. القصة قصيرة جدا، هي تقريبا صفحتين فما بضيع حالك. بالضبط. فتتكلم بلسان ايضا ولد هو صغير يتكلم عنه وعن يده. اشتغلت على فكرة بسيطة او ثيمة اللي هي عندنا في السنة ان يستحب دفن اظفر الشخص عنده قصة او تقليم. صحيح خالتي، من نقص ظفورنا نقص قصة الاظافر. لا اكل ميت فيدفنونها. لا لا لا، نحن يوم نقص اظافرنا من السنه انها تنقص. ايوه من السنه صح، مو بوايد يتبعونها لكن هي موجوده. انا صراحه خاصه لو الوليين يهتمون بها الموضوع الحين احنا يتابعون. احنا موجودين بعدنا نسوي صح، يتبعون هالشيء. انا ما لفت الانتباه لهالفكره من ناحيه طبعا دينيه، هي من ناحيه قصصيه. هالشيء كان وايد غريب عنهم في الغرب، فمسألة هم خذوها من زاوية أن الحياة والموت، لأن كيف أن جزء من جسد الإنسان ممكن أن يقص ويموت ويدفن وهو على قيد الحياة. أو في بعد قصة عن الظفر، أو يوم توحي عن تصير فقيرة يفقر لها كذا، يعني هذا موجودة معي بعد أنها اطلعت عليها. صح، يعني موجودة حتى في الكتب يعني. وحلو ان انت تطلعين عليها وتكتبينها، فتحسين نفسك جزء منها، مش انه شيء غريب عليك. تعودتي من الوالد او الوالده يدك شدتك كانوا يقولون لك قصص الاوليين، او كنت تحبين تسمعين هذه القصص وايد؟ وكنت اسالهم يعني، كان دائما عندي فضول ان كيف كنتوا مثلا، كيف كانت طقوسكم في شهر رمضان، كيف تعيدون لبسكم، كل هالتفاصيل وايد. كنت انا اصلا كنت يعني كطفله كنت وايد فضولي وايد اسالهم. حلو هالشيء، وايد احب القصص. ولا زالت لا استاذة رولا، يمكن قالت لك مروة وانا ارد ايد نفس كلامها، احس لو في يوم من الايام تقررين تكتبين
كتبك وايد راح تكون مميزة لأنك قارئة. إذا قررتي في يوم من الأيام تكتبين، شو القصة اللي تحسين شيء ودي أكتبها؟ يعني شيء دراما يكون أو جريمة نفس من بداية البرنامج وإحنا أغاثا كريستي. أنا التحقت أكثر أو حضرت أكثر من ورشة عن الكتابة مع إبراهيم نصر الله ومع محسن الرملي ومع آخرين ما شاء الله. فكانوا دائما يكرروا إنه عادة الإنسان لما بيكتب أول كتاب يكون عن تجربة خاصة. صحيح. فأنا لو حابة في يوم من الأيام إني أكتب فحيكون أول كتاب إلي عن والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. لأنها كانت شخصية رائعة، سيرتها كانت يعني استثنائية، سيدة فلسطينية، كانت حقوقية قانونية، قاضية، كانت مدافعة عن حقوق المرأة. جميل. كان سيرتها جدا رائعة. حلو أنك توثقين. هذا اللي أنا يعني لو في يوم من الأيام حكتب فأنا أكيد حكتب عن والدتي الله يرحمها. الله يرحمها. أستاذة إيمان يف بالي سؤال، ما تفكرين توثقين يعني قصتك أنت؟ يعني إن في يوم من الأيام تنشرين مذكراتك نفس ما الكل قام يسوي هالشيء. ما أتوقع اليوم اللي أكتب فيه مذكراتي أو سيرتي بشكل واضح وصريح، لكن أنا موجودة في رواياتي يمكن أكثر بعد من القصص القصيرة. جزء مني في النافذة التي أبصرت، وجزء وايد بسيط في حارس الشمس، يمكن الجزء أكبر شوي في قيامة الآخرين الرواية الجديدة. فأحس أن لو حد مثلا يعني بعد مثلا 20 سنة قرأ مجموعة الروايات وحط بزل يمكن يكشفني. وتحسين إن في بطل أو بطلة يرافق كل القصص؟ لا، يمكن أنا عندي مثلا الفكرة شوي أكثر. مرة قريت لتوني موريسون كاتبة أمريكية تقول إن الكاتب مهما قل أو زاد عدد إصداراته دائما عنده موضوع واحد هو الهاجس. صحيح. اللي يؤرقه. وتلاحظين هالشيء لما تقرين كتب نفس الشخص. بالضبط، أنا هذا اللي سويته. يعني أنا مثلا عندك توفيق الحكيم قريت مسرحياته كلها، فأقول لهم لو شفت نص بدون اسم توفيق الحكيم بعرف إن هذا توفيق. غادة سمان نفس الشيء. أتوقع يوم تقرين لكاتب كل إصداراته أو تقريبا كلها بتحصلين هالثيمة وبتعرفين عنه. أكثر من كاتب استوى لي هالشيء معايا يعني معاصر أو ما شاء الله عليك أنت أستاذة إيمان وأستاذة رولا، نورتونا اليوم واستانسنا وياكم. أتوقع اليوم بنسجل أنا ومروة في استراحة سيدات وبعد بناخذ منكم نصائح لكتب. يعطيكم العافية، ونحن وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم. نرجع عندك يا مروة ويعطيك العافية. عواطف وخالاتي وأيضا إيمان اليوسف كاتبة إماراتية، نورتينا اليوم في استوديو فوالا. ورولا المزيني ناشطة ثقافية أيضا نورتينا اليوم، ويعطيكم ألف عافية وكل التوفيق لكم. شكرا. مشاهدينا لا تنسوا تريونا باكر في نفس الموعد في فوالة، وإن شاء الله بتكون فوالتنا غير فوالتنا غير. في أمان الله.